بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 64. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام في الاقتباس من الآيتين، وهما قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، والآية التي بعدها. فيؤخذ منهما أن معصية من يعلم أشد من معصية من لا يعلم، لأن العاصي الذي يعلم أن ما يفعله معصية قد عاند وارتكب الأمر عن تعمد، بخلاف الجاهل فإنه قد يرتكب الأمر عن جهل وعدم علم، أو أنه لا يكون عنده من المعرفة بالعقوبة ما عند العالم الذي يعلم الدليل ويعلم تحريم الشيء الذي يرتكبه. ويؤخذ من هاتين الآيتين تذكير أهل الكتاب بما حصل لأسلافهم لما خالفوا كتابهم ونبيهم في قصة السبت التي تجرأوا فيها على أمر الله سبحانه وعلى حكم الله عز وجل، احتالوا على ذلك لأن الله عاقبهم أشد العقوبة. فكذلك الله يحذرهم أن تعود الكرة عليهم إذا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أشد من الكفر بما فعله أصحاب السبت، ومع هذا عاقبهم الله العقوبة التي يعرفونها ويتناقلونها، كما قال جل وعلا: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يؤخذ من هذه الآيات أن القرآن من عند الله، حيث أخبر فيه بما لم يعاصره محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قصة أصحاب السبت. فإن محمد صلى الله عليه وسلم لم يعاصر هذه الأحداث، ومع هذا أخبر عنها بتفاصيلها كأنه عاصرها وحضرها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر عنها وتحدث عنها، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. ففي هذا علم وبرهان من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يخبر عن أشياء ماضية قديمة الوقوع، ويخبر عنها صلى الله عليه وسلم كأنه شاهدها وعاصرها، مما يدل على أن القرآن من عند الله عز وجل أوحاه إليه. ويؤخذ من الآيتين أن أمر الله الكوني القدري لا بد أن يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهنا يقول: وكان أمر الله مفعولا. أما الأمر الشرعي فإنه قد يقع وقد لا يقع، وأما الأمر الكوني فلا بد أن يقع. وفي هذا تهديد لأهل الكتاب أن لا يقع عليهم القدر السابق والأمر السابق، لأن الله قضى وقدر أن من عصى أمره وارتكب نهيه فإن الله يعاقبه أشد العقوبة. ويؤخذ من الآيتين
أن الشرك بالله أعظم المحرمات وأكبر الكبائر، لأن الله أخبر أنه لا يغفر لمن أشرك به، ومع هذا مع أنه سبحانه وتعالى يغفر غير الشرك من الذنوب ولو كانت كبائر، فدل على أن الشرك هو أعظم الكبائر، ولهذا يأتي الشرك في مقدمة المحرمات كما قال سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وكما في قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآيات من سورة الإسراء: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، من سورة الإسراء. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال هنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الذنوب كلها دون الشرك بما فيها من الكبائر والموبقات. وفي الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فذكر أكبر الكبائر وجعل أولها الشرك، فهو أعظم من قتل النفس، وأعظم فهو أعظم من قتل النفس، وأعظم من الزنا، مما يدل على خطورته. ومع هذا كثير من الناس لا يعرف الشرك ولا يبالي بالجهل به، وأيضا لا يبالي بالوقوع في الشرك ومجاراة الناس، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يغفر لمن أشرك. فكان الواجب على كل مسلم أن يعرف ما هو الشرك من أجل أن يتجنبه ويبتعد عنه، لئلا يقع فيه فيحرم من المغفرة ويحرم من الجنة. ويؤخذ من هذه الآيات أن الشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة، الشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة، أما من مات عليه ولم يتب منه فإنه من الخالدين في النار، المحرومين من رحمة الله وجنته. هذا مما يسبب للمسلم الحذر من الشرك والخوف من الشرك. ولهذا قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. يؤخذ من هذه الآية، وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن أهل الكبائر التي دون الشرك تتناولهم مغفرة الله ولو لم يتوبوا، وإن عذبوا في النار فإنهم لا يخلدون فيها. وفي هذا رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ويحكمون على أصحابها بالخلود في النار، وعلى المعتزلة الذين يرون خروج صاحب الكبيرة التي دون الشرك، يرون خروجه من الإيمان ولا يدخلونه في الشرك، يجعلونه
المنزلة بين المنزلتين، فإن مات ولم يتب فهو في النار مخلدا فيها كما تقوله الخوارج. ففي الآية رد على الطائفتين ودليل لمذهب أهل السنة والجماعة في أن صاحب الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.